العبصري عندنا بحلب يوميا في يعني كل يوم عندنا مزرعه، يوميا عندنا مزرعه وكل يوم عندنا 50 او 100 شهيد يوميا بسبب الفصائل اللي مشيت بين بعضها. بتمنى ان الفصائل الجميع يتحدوا اتحاد واحد، يعملوا فصيل واحد باسم جيش واحد باسم يعني مشان نهزم بشار وروسيا وايران والصين هالموالي لبشار الاسد. والله اللي عم بيصير بحلب نتيجه تآمر دولي. للاسف نحن بنسمع انه في منظمات لحقوق الانسان، بنسمع انه في الطفوله اليونيسيف طلعت كلها يعني مجرد حبر على ورق، كلها مثلا كنا نسمع فيها، يمكن كنا بيوم من الايام امنا فيها، بس للاسف الله ما ضل عندنا ثقه ابدا لا بمجتمع دولي لا بمواثيق دوليه. العالم كله شايف اللي عم بيصير بحلب، بس يمكن عم ينظر بعين وحده. الحقيقه اللي عم بيصير في حلب هو ماساه حقيقيه ومجازر حقيقيه تصدر بحق البشر. يعني الشيء اللي عم نشوفه اليوم بحلب بظل هذا القصف اللي عم بيصير للحجر وللشجر واكثر شيء اللي هو للبشر، الاشلاء اللي موجوده في الشوارع شيء يمكن ما بيذكرنا الا بمجازر هيروشيما ونازاكي. يعني شيء يعني قد ما حكينا راح يضل في القلب الم مستحيل يحسن يوصف. حلب اللي حاصل فيها هو دمار شامل، ما ضل الا على الروس والنظام السوري انه يخصفوا حلب بالكيماوي عفوا بالنووي ويخلصوا منها وخلص، انه ما ضل في سلاح لما جربوه على الشعب في حلب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عم بيصير بحلب هو عباره عن تخاذل وفساد للمجتمع الدولي كامل. اللي عم بيصير بحلب دمار كبير من روسيا وايران وبشار الاسد. العالم كله تهجرت، دول العالم كلها عم تتفرج، ما حدا همه الهم يعني خالص.